عسلامة، مرحبا بكم الناس كل. اليوم جيناكم فيديو جديد ومنتو جديد باش نحكي لكم على الاوبو اخ مستاش من الفئة المتوسطة، هاتف مزيان برشا، سعره 399 دينار، رخيص بالنسبة لزوبسيون اللي فيه 2 جيجا رام و 32 جيجا ذاكرة داخلية مع 3 كاميرات. باش نعمل لكم ريفيو، تابعونا الى الاخر. لكن قبل كل شيء ما تنساوش تعملوا ابوني للقناه باش تشجعونا. مشاهده طيبه للجميع. عسلامة، مرحبا بكم الناس كل. رجعنا لكم بالاوبو اخ 15 باش نعملوا فتح علبه. على نبداو، هذه هي العلبه اوبو اخ 15، متوفر بزوز فيرسيون. عندنا تو اللي قدامنا 2 جيجا رام مع 32 جيجا ذاكرة داخلية، فما 3 جيجا رام و 32 جيجا ذاكرة داخلية كيما الـ A12. هنا عندنا A15 الأوبو، نحلوا العلبة نشوفوا شنو فما وكيف انه الهاتف هذايا A15 بالنسبة للأوبو. كل مرة تجيب لنا حاجة جديدة. لا يظهر اللي هو شكله مزيان، لون ازرق كما تشاهدوا، لون ممتاز، خلفيه ممتازه، الكاميرات يشبهوا للاوبو A53 والA73 والA93. هنا عندنا 3 كاميرات مع بصمة من الخلف، الكاميرا السيلفي تجي في الوسط. نحلوا الهاتف، مادام تحل نشوفوا شنو فما في العلبة. كالعادة مقصونة في الديكوتور، فما كان كابل والراس اللي هو باش نلقاو فيه 2 أمبير و 10 وات فاست شارجينغ. لا كالعادة ما فماش سماعات، لا يوجد سماعات مع هذا الهاتف، لكن نلقاو الكافر كالعادة اللي هو الكاش من التالي ترانسبارون، وعندنا هذا المفتاح نتاع باش نحطو الشفرة، هذا الجارانتي. بالنسبة للباكو شفناه توا الهاتف، أول مرة باش تحل لازمنا نعديو ليزوبسيون فيسا فيسا. نيكست حطوه بالانجلي، نيكست نيكست ستيت نيكست سكايب اوكي. بون تعديو المراحل لازمها فيسا فيسا باش نرفع الوقت. لا كولورز او 7 ولا او اس 7، هذا هو الهاتف كيما تشاهدوا. اندرويد 10، التاتش نتاعو سريع. نشوفوا توا الطول والعرض والوزن. الطول 164 مليمتر، العرض 75 مليمتر، الجود نتاعو 7.9، جويد مزيان برشا جويد، نحب التليفونات يبدا جويد ماهوش غليظ. 7.9، الوزن نتاعو 175 جرام ماهوش رزين. نوعية الشاشة اي بي اس ال سي دي ماهيش اموليد. حجم الشاشة 6.52 بوص، كبير الهاتف في اليد. الرزوليسيون تاع الإكران 7720 في 1600 بيكسل، كما قلنا أندرويد 10. البروسيسور نتاعو ميديا تيك ام تي 6765 هيليو بي 35 بروسيسور، أوكتا كور 4 في 2.35 جيجا هرتز، يجم يخدم فري فاير ماهوش خايب. المغرومين باللعب يجمو يهبطوا، لكن الرام تاعو ضعيفة شوية 2 جيجا رام،
ماذا بيك تاخو ماء اقوى شويه، 3 جيجا رام الفوق، سينو يولي يرزين عليه شويه الهاتف هذا. ما نشجعكش باش تلعب بيه فري فاير، يلعبك اما ما ننصحكش. بالنسبه للذاكره داخليه 32 جيجا ذاكره داخليه، 2 جيجا رام كما قلت لكم اول مره. هلا كما تشاهدوا 32 جيجا نلقاو فيه متوفر، 19.2 جيجا متوفر. نجم نحطوا له دوبل بيوس نانو، كارت ميموار زاد ذاكره داخليه نجم نحطوا له. كما قلت لكم متوفر ب 3 جيجا رام و 2 جيجا رام الهاتف هذا، دو فيرسيون فيه. باهي تعداو للصوره، توا للصوره كما شفتوا فيه 3 كاميرات. الكاميرا الاولى اللي هي 13 ميجا بكسل الوايد، الكاميرا الثانيه 2 ميجا بكسل ماكرو، والثالثه اللي هي ديس 2 ميجا بكسل. كيف كيف هنا نلقاو فلاش، هنا الفلاش، 3 كاميرات كيما ال فوالا. عندنا الاتش دي اير ليد فلاش بانوراما 1080 بكسل بالنسبه للفيديو، سيلفي 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 فوالا كيما تشاهدوا، 5 ميجا بكسل كاميرا جي في الوسط، ماهيش طياره برشا الكاميرا نتاع السيلفي. نلقاو فيها بورتري فوتو فيديو، هاتف من الفئة المتوسطة كما يقولوا على قد فلوسه، فلوسه اللي هما 399 دينار في تونس 400 دينار. نلقاو البصمة من الخلف، وكالعادة الأوبو تعطينا باتري قوية 4230 مليون أمبير و10 وات فاست شارجين. الهاتف هذا نلقاو فيه في اللون الأزرق والأسود. ولا ان شاء الله تكون الريفيو عجبتكم المرة هذه، شكرا على المتابعة والى اللقاء.